اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يكون ضيفي في هذه الحلقه كابتن هشام يكن. كابتن هشام مساء الفل. مساء الفل عليك يا محمد. في ATC ويعني بقيت انا ضيف مستمر عندك. انا بشكرك طبعا انك جيت لي. احنا جبناك وانت يعني مزنوق جدا. لا انا ببقى سعيد ان انا بطلع معاك. انت من الناس المميزين جدا يعني والقريب من قلبي وحضور غير طبيعي يعني. ربنا يخليك يا كابتن هشام. انت عارف احنا دايما بنجيبها في قبل الماتشات بتاعه منتخب مصر والماتشات المهمه. النهارده كان معانا كابتن وليد عبد اللطيف, بنقول له الف سلامه لان جاله كورونا فجاه. فيعني فكان معاك في الحلقه فاعتذر عن الحلقه. معلش بقى المره اللي جايه. نقول له الف سلامه طبعا للكابتن وليد عبد اللطيف. كابتن هشام, يعني انت شفت النهارده الماتشين؟ النهارده منتخب تونس عمل مفاجاه. انت شايفها مفاجاه زي ما انا شايفها كده. كسب نيجيريا 9 نقاط الدور الاولاني, كسب منتخب مصر, كسب منتخب غينيا, كسب منتخب السودان, متسادد 3 ماتشات, لعيبه جامده جدا, سرعات, قوه, اداء, تاكتكس, يعني لدرجه ان احنا رشحنا نيجيريا من المنتخبات اللي ممكن توصل للمباراه النهائيه. فجاه منتخب تونس صعد بالعافيه من افضل التوالت ب3 نقاط. حتى انت عارف توالت 2 صعدوا ب4 نقاط واثنين صعدوا ب3 نقاط, منتخب جزر القمر وتونس ب3 نقاط. تونس خسران ماتشين في الدور الاولاني, كسب ماتش واحد. النهارده شفنا ماتش غريب جدا. منتخب تونس كمان عنده اصابات, عنده كورونا. المدير الفني كورونا ما كانش موجود النهارده, ما راحش معاهم اساسا الملعب, المساعد اللي كان بيدير المباراه. فيعني ماتش كان غريب جدا. انت معايا في انه مفاجاه, تعتبر من المفاجات طبعا النهارده. يعني المفروض ان الفريق النيجيري اثبت في ادائه في المرحله الاولانيه, اثبت انه فريق بيمتلك الهدوء في الاداء. يعني انت حتى النهارده اتفرج على المباراه, النهارده بينقلوا الكره في عظمه في الاداء في بتاع, يعني الحركه والتحركات بتاعتهم بتبقى فيها عظمه. فريق عنده خبرات دوليه, كل الامكانيات والامكانيات طبعا. بس ده بيرسخ مبدا ان المنتخبات العربيه بتعرف تلعب المنتخبات الافريقيه. دلوقتي احنا فعلا الموضوع ده لما تيجي تبص تلاقي ايه النهارده فريق تونس ابعد, يعني ما كانش مرشح لاي حاجه بعد الدور الاولاني. كل الناس رشحت نيجيريا بالظبط. النهارده بيعمل جيم مع فريق, لكن انا عايز اقول ان فريق النيجيري قدم مباراه طيبه يعني, لكن الفريق التونسي قدر يكسب الفريق النيجيري بنوع من انواع التعقل. يعني كان ذكي جدا استخدم قفل الماتش كويس, ارى الجيم, اشتغل على الموضوع. وانت عندك اللعيبه الافارقه دايما بيبقى عندهم مشكله معانا, يعني مع الفرق اللي هي شمال افريقيا. يعني انت دايما تيجي تبص يعني وانت بتلعب كنت بتحس بكده؟ طبعا. يعني انا معظم ماتشاتنا عشان كده كان عندي تفوق افريقيا. يعني انا لما كنت بلعب مثلا مع في افريقيا كان عندي التفوق ده, والمهاجمين كانوا نجوم كبار. يعني نجوم كبار انت, يعني انا لعبت على عبيدي بليه, ولعبت على رشيد ياكيني, ولعبت على انطونيو بوا, ولعبت على امام بيك, واسماء ضخمه جدا, روجيميلا, اسماء روجيميلا وكالوشا ومواليا وبتاع ليبيريا جورج وايا, يعني اسامي تقيله. وقدرنا نحقق انتصارات معاهم مع انهم لعيبه على اعلى مستوى عندهم الاداء لكن انا عايز اقول ايه, احنا بنعرف نكسب الفرق الافريقيه. يعني كمنتخبات عربيه. لكن عندنا دروبات بتحصل اثناء الدوره. يعني تيجي مثلا تبص تلاقي دوره, تلاقي ايه في دروب بيحصل فيها, بعض الفرق بتحصل فيها دروب وفي فرق بتظهر. يعني لما تلاقي مثلا ايه تونس, الجزائر وقعت مثلا في البطولة دي. الجزائر كانت شغالة كويس في البطولة العربية. في تذبذب دايما بتلاقيه موجود, وتلاقي فرقة عربية تانية هي اللي تسيطر. المغرب مثلا, مصر اوكي انت فاهم, تونس النهاردة مثلا عملت الشغل. لكن هتلاقي في تذبذب في مستوى الفرق العربية, وهتلاقي ايه فرقة منهم اللي ساعدت وأخذت البطولة. فعندنا نوع من أنواع الـ 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 الأداء اللي هو مبقاش مدروس. فده اللي بيخلينا لما نيجي نلعب مع فرق أفريقية نكسبها وإحنا أقل منهم, هم أعلى مننا بدنيا ومهريا دلوقتي, وسرعات وقوة وكل حاجة. أنت بتكسبهم
بنوع من انواع بتعرف تلعبهم، بتعرف تجيبهم للمباراه فيلعبوا الكره القديمه بتاعتهم ساعات اوقات، فتلاقي ايه خرجوا يقول لك ايه ده التاتش اللي حصل. حتى بعد الماتش ده يعني الجول اصلا شوطه كده يعني شوطه جاي مش متوقعه يعني ومش متوقعه وعمل فيها باند كده وراحت رايحه داخل الجول. لا يعني انا بقول لكن انت قبل الماتش كنت متوقع منتخب بصراحه منتخب تونس يكسب؟ لا انا كنتش متوقع، انا كنت متوقع فريق نيجيريا، وانا كنت متوقع ان نيجيريا هتوصل النهائي بسهوله بعد الاداء اللي شفناه في الدور الاول بالظبط، يعني ادائهم ومعاملوا ماتش جامد جدا قدامنا بصراحه بالظبط. لكن انا عايز اقول انك انت النهارده لا ارجع بقى تاني وستوب وقف كده اهو. لا الفرق العربيه صعب انك برضو انك تخلص منها يعني عندها يعني حتى لو متراجع بالظبط يعني انت هتيجي تبص تلاقي النهارده تونس اهي راحت طلع. طب ده يا كابتن هشام يودينا برضو النقطه ان التحفظ وانت بتقابل المنتخبات ده مش عيب انك تتحفظ قدامه، لكن برضو تحفظ لازم يبقى لانيابه، يعني انت برضو تتحفظ لكن تعرف ازاي تخطف الماتش. ده اللي عمله منتخب تونس، احنا ما عملناش كده ده من نيجيريا، احنا تحفظنا اكتر من لازم بس ما عرفناش نروح. بص انا هقول لك على حاجه مهمه جدا، عارف قول ده عشان بس ماتش كوت ديفوار ممكن تبقى متحفظ قدام كوت ديفوار ده مش عيب بالظبط، لان عندهم أكيد. نجوم وعندهم قوه وسرعات امكانيات طبعا عاليه جدا برضو نفس الـ 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 الدور اللي بيقوم بيه كسبانين الجزائر 3-1 اخر مباراه، عاملين ماتش عالي جدا، عامل ماتش عالي حلو جدا، هم معنويا كمان عاليين جدا اكيد. مصر احنا يعني عايز اقول ايه، احنا عندنا لوغاريتم غريبه قوي في الـ في الـ في, في السياسه في سياسه حتى المنتخب. النهارده انا مستر كروش مختار لعيبه وبيتهيأ لي كده وهو بيشتغل فاهم ان مثلا ممكن فلان يلعب بمركز اخر، يعني تركيزه كل اللعيبه تعرف تلعب في مراكز ثانيه مراكز ثانيه، وده اللي مش موجود في البريد. بس هو بدأ يظبط، ما عندناش الانطباع ده اخر ماتشين بدأ يظبط، شوف ماتش غينيا ثم السودان بدأ يظبط، عشان كده يعني ما لازم يثبت لان لعبتك ما عندهاش ثقافة تغيير المراكز، ما تعودناش على الاسلوب ده، ما تعودناش ان احنا تلاقي في الدوري العام مثلا تيجي تجيب مثلا شاكابالا وتلعبه باك ليفت مثلا، او تجيب فلان تيجي وتلعبه في الحته اللي هي الا للضروره الاصابات بتاعت كورونا او الحاجات ما بتيجي بيحصل مثلا ممكن يعني عبد الشاف امبارح بيلعب سيرد باك في ماتش قدام المعلم حصل نتيجة مش مطلوبة يعني. بس بصراحة يعني في ماتش الزمالك والمحل الموضوع أفهر يعني إيه المشكلة الزمالك خسر ماتش يعني في الآخر بطولة ودية وبتجرب فيها وممكن تبقى في الداي أوف يعني وارد يعني. لا بص البطولة الزمالك لعب هقول لك على حاجة، لما تيجي تجيب لعيبة من الدولاب عليها تراب استحاله انك انت تيجي النهارده تطلب منها انها تأدي لك مباريات بنفس المستوى. فرقه المحل فريق جاهز وكامل، انت كسبت بيلعب مع بعضه طول السنه، بيلعب طول الماتشات، فانت الدوري بتاعك لما بتلعبه بتكسبه 1-0 2-1 يعني انت فاهم. الزمالك خسر منه السنه اللي فاتت بالظبط، لكن انت النهارده المجموعه دي بقالها كتير، مين فيهم بقاله مشارك اكتر من انا اقصد كابتن، حتى شيكابالا اللي نزل وعمل تغيير ده بعد 148 يوم ولا 142 يوم، شيكابالا غايب بقاله دلوقتي بتكلم في 4-5 اشهر بالظبط. فلما تيجي ترجع النهارده مستوى عايز تجيب لعيبه من الدولاب وما بيلعبوش، وبعد كده خلي بالك بيمر بمرحله اللعيب اللي هو مرحله نمره واحد عدم الاهتمام في التدريب، فطبعا لما تيجي تبص تلاقي واحد زي روق او واحد زي عزيز، واحد زي محمد مثلا، زي اسلام جابر، زي ما الناس اللي ما بتلعبش اسلام جابر وكلام من ده، طيب ما هم محطوطين في الدولاب ما بيلعبوش ماتشات حبيه حتى يعني، حتى المواجهات اللي هي المفروض بعاد طول الوقت. عندك مين المدرب اللي بيقوم بدور رفع درجة الحماس عند اللعيب اللي خارج القايمة خالص؟ ما كانش موجود يمكن مؤخرا احنا كنا بدأ بنعملها ايام فنجادة يعني ايام فنجادة كنت في الجهاز بتاعه، لما كنت ماسك في الجهاز معاه كنت بضطر ان انا اتعامل مع اللعيبة اللي بره القايمة خالص انت فاهم، مرنها لوحديها وتشتغل معاه على انه يستعد انه ممكن يخش القايمة، وكان بيحصل يعني وكان بيحصل. لكن كسبت الدوري السنة دي، كسبت الدوري في اخذنا الدوري وكسبنا اخذنا بطوله العربيه، اخذنا 3 بطولات مع فنجاده فعايز اقول ان اعدادك للعيبه كان في بس كان في افوره في رد الفعل سواء من الاداره
اداره النادي خصم 250 الف جنيه ان اللعيبه معروضه للبيع. لا ده ده ما انت النهارده تخصم منه ليه وانت جايب واحد النهارده يعني بقاله مده ما بيلعبش؟ وحتى يا كابتن يعني انا حتى لو انت عايز تاخد قرارات ما في حاجه اسمها غرف مغلقه في كره القدم، وفي حاجه اسمها قاعه تقعد مع اللعيبه فيها تعاتبها وتلومها، خد القرارات اللي انت عايزها بس مش على العلن كده. ما دي سياسه مفروض ان سياسه الناس اللي بتكون فاهمه كوره. اللعيب الكوره ده عامل زي الحصان يعني انت فاهم، ما ينفعش انك انت تمسك تهمده طول الوقت تقعد تهمد فيه، لو همد مش هيديك. انت النهارده لازم تخلي الحصان بتاعك واقف على رجل مهما كان حصل، وقع مش قادر بالكلام من ده، لازم افضل محافظ على. حتى لو انا عايز اتكلم مع لاعب او اوجه له حاجه بعنف في الاوضه او في حته مقفوله ومحدش يعلم بيها، تمام، ده سيستم 200%. انت تعلم ان كان كابتن الجوهري كان بيمسكنا ويقطعنا جوه الاوضه ولا حد يعرف، ولا حد يعرف، مظبوط، محدش يعرف المعلومات دي خالص جوه الفريق. فاحنا عايزين نقول ان اللعيبه بتاعتنا في مصر، علشان نبقى ما نروحش من افريقيا للزمالك، احنا لعبتنا مش يعني انت مثلا ايه عندك تجهيز ل 12 13 14 لعيب اللي موجودين في منتخب مصر، فين الباقي؟ مين مكان مين؟ مصطفى محمد مين الاحتياطي بتاعه؟ النهارده مين مفترض شريف بس مش ما بيجهزش. شريف اصلا يعني وضعه الراجل مش مقتنع بيه اصلا، ناحيه الشمال او اليمين مش مقتنع. النهارده اكرم اصيب، مين الاحتياطي؟ عمر كمان مش عمر بكر، مش باك رايت يعني مع هاف رايت بالظبط. النهارده السرد باك جايب واحد يعني النهارده بعد ما اصيب مثلا بولان جاب عبد المنعم لسه كان خبرات قليله فده حطيته بالظبط عشان تحط خبراته ايه في افريقيا ما يقدرش يديك النتيجه اللي انت عايزها. فبيحصل جوه الملعب نوع من انواع عدم الـ 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 مش هتلاقي اللعيبه هيديك نفس الكفاءه بتاعت لعيب. انا ممكن ابقى نازل الملعب ومربوك واقع ركبي بتخبط انا لسه هلعب والناس بصالي والدنيا. طب لكن بعد الماتشات بتاعت الدور الاول كيروش نفسه قال كده، قال انه يعني كان الدور الاول هنعتبره تجهيز لدور ال 16 والادوار الاقصائيه اللي بتاعت الكبار بقى خلاص. طالب من لعيبته كده ان انت النهارده لازم تثبت في الملعب ان انت كبير خلاص، الموضوع بقى الوقت ايه؟ نوك اوت زي ما بيقولوا، ما فيهاش تهريج يعني. انت مع انه منتخب مصر دلوقتي وصل لمرحله جيده بالانسجام وان الروح المعنويه بدات ترتفع بعد انتصارنا على غينيا والسودان، فبالتالي تبقى فرصنا قدام كوت ديفوار عاليه؟ بص احنا المرحله دي مرحله بتاعت لعيبه الكوره اللي جايه خلاص. انت يعني قعدت ظبطت، انت المدرب حط الامور بتاعته التشكيلات الكلام. المرحله اللي جايه هي مرحله لعيبه الكوره، اكون او لا اكون مباراه من جيم واحد مفروض يكسب يخسر. انا عارف ان انا نازل العب كاس، يا موت نفسي واقاتل على ان انا اخطف جول، وانا عارف ان الفريق اللي قدامي امكانياته عاليه مش سهل، وانا امكانياتي عاليه بس انا مش منظم. انا عندي إصابات، عندي يعني بعض الشيء اللي مش مخلي ممكن الفرقة، عندي مثلا فراغ في نص الملعب إزاي أملاه، إزاي أحط اللاعب المناسب في هذا المكان وأقدر أشكل التشكيل اللي هو. فدور اللعيبة في المباراة ده يظهر القتال، اللعب على القتال. طب أنا عايز أقول لك خبر لسه قايله من شوية قبل ما تدخل، إنه بدأ شوقي محمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعه يشتغلوا مع اللعيبه نفسيا بدرجه عاليه جدا في دلوقتي، يعني بيقعدوا معاهم كتير ويستدعوا معاهم بقى ذكريات 2010 و2008 و2006 والبطوله اللي كسبوها لما كانوا بيقابلوا كوت ديفوار بديدي دروجبا بالنجوم الكبيره، وكانوا بيقابلوا الكاميرون بصامويل ايتو بالنجوم الكبيره. هل ده مطلوب؟ فكره زرع الثقه باستمرار والكلام باستمرار. طيب ما هو النوع النفسي ده يبقى اعداد روحاني للعيبه، ده بيبقى مهم للعيب اكتر من حتى الاعداد في الملعب بالظبط. انا لازم انزل اقاتل، وانا في ماتشات كنت بنزل مش فارق معايا الاداء اكتر ما فارق معايا ان انا ما يجيش فيها جون، افارق معايا ان انا اخطف واقعد ادافع استميت على الهدف. في الماتشات اللي بتبقى حاسمه زي دي كان ايه اهم حاجه بتهتموا بيها؟ يعني اكتر حاجه كانت بتحفزك قبليها يعني؟ يعني اللي بيحفزني ان انا حتى الكره اللي بتطلع بره اللعيب اللي بيمسك كرة كتير يقلقك
كل ده يا ناجي اقول ايه يا جماعه، ما حدش يمسك كوره كتير من زمايلك، من زمايلي لمسوا توجيهات من ورا كده بالظبط، لان لازم اكون دوري بان انا انقل اللعبه بتاعتي من خطوره للامام، ما يبقاش عندي خطوره لان ممكن مثلا اكون لو قدام ال 18 قدام ال 18 بالظبط. فعشان كده احنا بنتكلم مع اللعيبه ان احنا بقدر الامكان تبقى الكره قدامنا، ما تبقاش في نص ملعبنا او في حته فيها اختراقات عشان ما يحصلش اي نوع من التزامات. فاحنا دايما نتكلم مع اللعيبه اللي قدامنا وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ندوس، ان احنا نروح عليهم، ان احنا نقفل الملعب بقدر الامكان ما يجيش فينا جون ونقدر نخطف جون. عملناها كتير جدا في ماتشات كتير جدا ومهمه يعني انت فاهم. فهي الحاجات دي كلها عايزه الروح القتال، بجيب الكوره واروح اعمل احسس اللعيب الاخر، مش ان انا ممكن اكون بشخر مثلا وانا واقف في الملعب العب يا محمد العب يا ايمن العب ما اعرفش، مش الهدف منها هي ان انا اتعالى عليك، لا هي الهدف منها ان انا بفوقك طول الوقت عشان تقعد تركيزك عالي طول الوقت، تركيزك عالي يفضل في الماتش. ويا جماعه الروح النهارده الماتش كذا، النهارده الروح كذا، هتلاقي خصوصا من الكباتن الكبار اللي عندهم خبرات كبيره اللي اللعيب يسمع له. خلي بالك ان معظم الكبار يعني انت النهارده ايه حجازي ورا خبره كبيره، والشناوي قبليه طبعا بتاع ده الشناوي وصلاح، عندك في نص الملعب يعني يمكن عندك النني والسلية بس انا يعني برضو عايز اقول ايه، النني لازم يبقى دوره اوضح من كده شويه. مش عارف انا هو في الملعب ديفندر ولا بيشتغل قدام شويه بيلعب ستة ولا ثمانية، هي دي المشكله. ادي دور للنني، ادي دور قول له اثبت. عشان كده لما جينا كلنا تناقشنا في الفتره اللي فاتت وقلنا طارق حامد لازم يبقى موجود عشان يبقى عندك عنصر مهم جدا ان هو لو احتاجته مش لازم يبقى مسافر معاك ان هو يلعب او يشارك لو انت حتى الناحيه التكتيكيه، لكن انت عايز حد يبقى واقف في الملعب يقدر يمتص الصدمات اللي بتجيلك. تمام. طب انت توقعت بوركينا يكسب الجابون؟ بوركينا فاسو دي كانت مفاجاه برضو. الجابون كان عامل ماتشات حلوه جدا في بالظبط يعني من ضمن الحاجات، عامل ماتش كويس قوي النهارده كان افضل يعني، كان افضل يعني من بوركينا. في الواحد ما كانش ركلات ترجيح، خد بالك يعني الماتش كان صعب واتظلموا بصراحه بالظبط. ف يعني انا بوركينا مع تونس مين يكسب دلوقتي؟ ما خلاص الدور الثمانيه بوركينا وتونس يوم السبت الجاي بالظبط، مين يكسب؟ تونس. تونس خلاص، ما تونس كده خد بالك ده حافز رهيب، فوز على نيجيريا ده بص هيديها حافز. انا هقول لك على حاجه، انا متهيألي ان مصر هتكسب الكوت ديفوار. كوت ديفوار ان شاء الله باذن الله، يعني عندي احساس ان احنا هنكسب الماتش ده ان شاء الله، لان دخلنا بدل دخلنا مرحله الجد بقى جد. افتكر لعيبتنا رجاله، افتكر ان الموضوع مش بعيد ومش يعني ومش يعني يعني لما نيجي نبص نقول ان صلاح عندنا هذا اللاعب اللي بيخلينا بيدينا قوه زياده. اللعيبه كلها سواسيه طبعا، انا ما بخيرش حد حد، لكن صلاح عامل طفره جميله جدا على المستوى العالم حاله بالظبط. فاحنا متفائل في ماتش كوت ديفوار، انا اكون كلاعب استفاد من زميلي، استفاد من هذا اللاعب ان هو على الاقل على الاقل مخوف كل الفرق، فاشتغل عليه احاول اشوف ايه الدور اللي يناسبه واعمله. فعشان كده لازم اعتمد على سرعه اداء لعيبه مصر في نقلة الكوره باسرع ما يمكن تكون في اقل من تتماشى مع سرعه صلاح نفسه في الشق الهجومي، تتماشى مع سرعه صلاح في الشق الهجومي عشان صلاح اصلا يعني امكانياته سرعته عاليه جدا وبيقدر ياخد اللعيب في مساحه او في مكان ضيق، وشفناها في التمريره بتاعت السوليه بالظبط الجول اللي جابه منتخب جابه مصر في غينيا. خبره طبعا، يعني هي المفروض انها تلبس وش رجله احلى من كده شويه، لكن يعني هي جت فيها سنه يعني مع الطاير بس راحت. طبعا راحت. طب كابتن هشام اخيرا بقى قبل ما نختم الفقره، احنا هنقابل السنغال في تصفيات كاس العالم،
اللي هو خلاص الماتس اللي رايح جاي في شهر مارس. انت شايف ده افضل الحاجات لينا؟ احنا كان في المغرب وتونس والجزائر ونيجيريا والسنغال، شايف ده افضل طرح لينا؟ بص يعني شمال افريقيا هنلعب مباراه صعبه جدا. يعني انت يعني كان السنغال يعني ونيجيريا، انت كنت يعني عايز السنغال ونيجيريا، السنغال تقدر تشتغل معاها. فجالنا السنغال، انت شايف ان احنا فرصنا السنغال طبعا فرصنا افضل، فرصتنا افضل، وعملنا معاها جيمز قبل كده اكتر من مره، احنا حظنا اعلى عليها في النتائج في البطوله او طبعا. وتقدر كم في المية منتخب مصر؟ بس انت عندك مشكلة يعني، مثلا يعني انا بقول لك ايه، لاول مرة ممكن يوصل اربع فرق عربية توصل لكاس العالم. يا ريت، انت عندك المغرب. هو بس الحاجة الوحيدة ان احنا مصر هيبقى ماتشنا صعب، لان هيبقى الماتش التاني في السنغال. ما اخلص هنا بالظبط. وعايز اقول حاجه، كان بيقول لي كابتن حاسم امام في اول الحلقه كان معايا في مداخله، قال لك حتى لو ما خلصتش هنا اعمل حسابك انها ممكن تخلص بره. يعني طول الوقت انت فريق كبير، يعني النجوم بتاعتك اللي بتلعب في كل حته في العالم دي، ما يفرقش معاه بيلعب فين. حتى لو حصل هنا تعادل لا قدر الله، حصل حاجه، مش معناه ان خرجت، روح خلص هناك، تقدر تعمل كده. طب تونس هيقابل مالي، تونس فرصته اعلى. مصر والسنغال، تونس. انا بقول لك الاربع فرق، انا بتكلم على بتوع كاس العالم. تونس هيقابل مالي، ففرصه تونس افضل. منتخب مصر مع السنغال، انت شايف منتخب مصر فرصته افضل. الكاميرون مع الجزائر في تصفيات كاس العالم، فانت شايف الجزائر برضه فرصته افضل من الكاميرون؟ الجزائر افضل. الجزائر افضل. عندك المغرب مع الكونغو، بس الكوبر مش سهل، سهون برضه. ونيجيريا مع غانا، اعتقد نيجيريا فرصتها اكبر. نيجيريا كاس عالم، تونس والجزائر والمغرب ومصر، ان شاء الله باذن الله يكون لنا نصيب. ها، مش كلنا نصيب ان شاء الله مع الاربعه العرب. ما انا بقول لك احنا يعني احنا وتونس والمغرب والجزائر مع نيجيريا بالظبط، دول الخمسه توقعاتك انت؟ توقعاتي. كابتن هشام انا بشكر حضرتك جدا. انا بشكرك جدا، ودايما يعني منورنا كده ان شاء الله وباذن الله توافق في انتخابات الزمالك ان شاء الله. باذن الله انت يعني من الناس المحترمه والاسماء كبيره في عالم كره القدم ان شاء الله. باذن الله بشكرك كابتن هشام، شكرا جزيلا.